السلام عليكم. صباح الخير يا وجوه الخير. اصبحنا صباح الملك لله. اليوم انا هابطين لبجاية طول شلا شوف الاحوال الدنيا شوفوا كيفاش. هاي دكار شلا هاي 5:30 تاع الصبح. ثم انا هابطو نور لكم الاحوال. مرحبا بكم في حلقة اليوم. هاي يوم بعد خاطر سانشاين. وصلنا عدو الشتاء ما قلناكش ما نخرجوا نروحوا ندوروا ولا انا زبنا الشتاء يطيح الدنيا شي وقتها كاع دوك تاع حبس نشوفوك شنو نديروا بروغرام هادي يا من بعد هاتلا انا ولينا عليكم مع يا مازال الشتاء يعني دونك طوي واحد الشهر اسمها تيسي هنا شوف عمتي شويه زياره اقاربك فاهم ومن بعد نشوفو نديرو الاحل نشوفو كش ما نروحو كش بلاصة ولا هاي نتلاقو من بعد ان شاء الله عايزة. سنيتي سيرا الحين جاي غير طلعت اش قال بلا اش قالوا با اش قال جاي غير طلعت هادي لي كامل تحتي طلعت طلع منا اللور سامني حلا ناتور تمشي على الهواء هادي عمتي دخل من عندها هيدا هادي هي نتلاقاو من بعد ان شاء الله تهلا خوتي باك البرد يا زع ما في اعالي الجبال لا مو زركاشة باك شحال راهي هذا الدوغري انا غنطلع ويا زي اي سد دوغري وني على الالتيتود
قلت هنا البرد راهو يقطع هنايا، راه دو دوغري تقول مهندس. هنا رانا في الصومي تاع الجبل، هنا كاين لونتيل دوك نوريهولكم. هاولي هدايا يدير الريزو كاع وليد بيجايا، كاين مراعي قاعدة عسكرية. شوفوا خوتنا نزيد هنا 10 دقايق نتقيف بس خلاص سي بون، والله ماني زايدة، يبقى على خير بسلامة. ايماجينو ويطيح هذا كل شيء راه في بجاية، الريزو الكونيكسيون المحنة الدنيا. لا تخلص الدنيا كاين تاع لعنة تاع الما، إذا نضربو كوبا ديجا خوتنا. هادي الدخلة تاع دشرتنا حبيبتنا عبد الله خويا العزيز. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. المهم رانا في دخلة تاع الشرا في الليل، هاهي 11 غير ربع دابا دخلنا. هادي او عاود خاوتنا اضرب في الحشيش ناتيوغال. هاولي والله شباب هيك الله يبارك حطها بصحتك صاحبي. هادي لا جورني شويه مسخيه شويه دنيا اخونا عبد الله. هادي ها يا من بعد